اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في تقرير جديد من اكويتي جلوبال ماركتس معكم رائد الخضر نتحدث في هذا التقرير عن الاسبوع الماضي اولا الذي كان فيه عدد قليل من البيانات متفرقه على مدار الاسبوع ولكن كان له لها ثقل ووزن كبير في تحركات الاسواق اجمالا ف أولا مع استراليا وأيضا البنك الاحتياطي الاسترالي على وجه التحديد الذي يراقب بيانات التضخم كانت قد صدرت بيانات التضخم لتشير إلى نمو ب 1.9% على أساس سنوي، 0.2% على أساس ربع سنوي، إذا بمعنى آخر بيانات التضخم لا تزال تحت المجهر بالنسبة للبنك الاحتياطي الاسترالي للتحرك. نحو رفع أسعار الفائدة وخصوصاً أنه ننتظر بيانات مهمة من أستراليا متمثلة بقرار رفع أسعار الفائدة أو لا خلال هذا الأسبوع. ثانياً كان لدينا أيضاً خلال الأسبوع الماضي من المملكة المتحدة استمرار فعاليات المفاوضات بشان خروج المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي وايضا بقاء اسعار الفائده عند مستوياتها دون اي تغيير طبعا النظره هي على الاسبوع القادم فيما ننتظر ايضا قرار اسعار الفائده وتقرير التضخم من المملكه المتحده واخيرا الفدرال الامريكي الذي ابقى على اسعار الفائده عند مستوياتها بواقع نقطه وربع تقريبا 1.25% أسعار الفائدة، الاستقرار عند هذه المستويات قد يكون لفترة ممتدة نسبياً. طبعاً ما ننتظره خلال تعاملات هذا الأسبوع هو اولا كان مع اول ايام تداول هذا الاسبوع صدرت بيانات من الصين متمثله ببيانات مؤشر مديري المشتريات حيث جاءت القراءه الفعليه اقل من التوقعات القراءه عند 1. 51 او 51.4 بينما المتوقع كان عند 51.6 بالتالي القراءه اقل بكثير من التوقعات نسبيا والقراءة السابقة كانت عند 51.7 هذا إشارة ضمنية على أن هناك نوع من التباطؤ التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم التضخم الأوروبي أيضا تحت المرصاد، التوقعات بأن كانت عند مستويات 1.3% عن شهر يوليو، جاءت القراءة الفعلية مطابقة تماما للتوقعات عند 1.3%، في حين ارتفع التضخم على الأساسي الذي يستثنى منه الغذاء والطاقة بأعلى من التوقعات ليأتي عند مستويات 1.2%، في حين التوقعات كانت عند 1.1%. لا نزال ننتظر من المنطقه الاوروبيه ومنطقه اليورو الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثاني والذي قد يفرض مزيدا من الضغط على المركز الاوروبي بهدف تشديد السياسه النقديه التوقعات ان ينمو الاقتصاد الاوروبي بحوالي 2.1% وذلك في القراءه السنويه اما الربع سنويه فهي عند 0.6% التوقعات بان ينمو الاقتصاد الاوروبي وطبعا مهم جدا متابعه هذه الارقام لانها ستكون مؤثره بشكل كبير بقرار المركز الاوروبي بنحو وتشديد السياسة النقدية من خلال تقليص برنامج التيسير النقدي العملاق الذي يفوق الواحد تريليون طبعا الحديث يكثر أكثر وأكثر حول إمكانية توجه المركز الأوروبي لتقليص هذا البرنامج ولذلك نرى اليورو بهذه الارتفاعات وبهذا الترند الصاعد ولا زالت الاستهدافات نحو الواحد فاصلة اثنين للزوج يورو دولار أمريكي ومن هناك سوف قد يستمر بالارتفاعات بشكل أكبر ويغير ترند بشكل عام زوج اليورو دولار أمريكي كما ذكرنا البنك الأسترالي على موعد مع قرار الفائدة توقعات بالابقاء دون أي تغيير عند 1.5% مطابقا بذلك ما حدث في الاجتماع السابق الابقاء على السياسة النقدية دون أي تغيير ولكن التطلع هل سيبقى أيضا محايدا بشأن السياسة النقدية أم سوف يتجه نحو لهجة تشددية سعر الزوج دولار استرالي دولار امريكي حاليا عند 79.67 طبعا اعلى المستويات كان قد سجلها تقريبا عند الصفر 8. اما بالنسبه للدعم العام الذي يستند عليه الترند الصاعد فهو عند مستويات 0.79 للوقت الحالي. ايضا ننتظر هذا الاسبوع قرار الفائده البريطاني وتقرير التضخم وذلك يوم الخميس، التوقعات ان يبقي المركزي البريطاني على اسعار الفائده عند 0.25% ولكن الحديث حول اذا ما كان هناك في جعبه مارك كارني اي تلميحات حول تشديد السياسه النقديه بضغط من ارتفاع مستويات التضخم، لذلك التضخم وقرار اسعار الفائده قضيه مرتبطه بشكل كبير في البنك بنك انجلترا المركزي في الوقت الراهن. واخيرا نختم الاسبوع مع بيانات جدا مهمه تعود الى الانظار مجددا وهو تقرير الوظائف الغير زراعيه الامريكي التوقعات ان يضيف الاقتصاد الامريكي عن شهر يوليو 187 الف وظيفه بعد الاضافه الكبيره نسبيا التي كانت بحوالي 222 الف في شهر يونيو، اما بالنسبه لمعدل نمو الاجور فمن المتوقع ان ينمو ب 0.3% في شهر يوليو، هذا المحرك الوحيد خلينا نقول للاسواق وللدولار الامريكي تحديدا بالاتجاه الصاعد اذا ما جاءت القراءات اعلى من التوقعات، اي قراءه دون المتوقع بلا شك ستضغط على أداء الدولار الأمريكي وستفرض رتم أقل تباطؤا في تشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي. أشكر لكم المتابعة وأراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم.